صباح الخير وصباح الأمنيات مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا لليوم من برنامج صباحات سودانية. كنت تابعنا معكم الفقرة اللي فاتت ودكتور ياسر ركز على حاجة سمحة شديد، قال الغالي متروك. الغالي ده يا اخواننا ايا كان، يعني حتى لو كان زول ذاته تغلى عليك حاول طوال انك انت تتركه ارح، ناس تعيش وتكمل لايف جوز اون شديد، يعني عشان الحياة دايما بتديك فرص اجمل وامتع كمان. جميل انه احنا نكون مركزين على الجوانب النفسية في حياتنا، وحلو برضو إحساس الضبط النفسي سواء كان عنده علاقة بالجانب بتاع تعزيز الثقة بالنفس عموما، ممكن برضو الجانب الخاص بالتقليل من التوتر وكمان التقليل من الضغوطات اللي ممكن تكون حاصلة. دائما الناس بتقوم بتلجأ لحاجة، حاجة عندها علاقة بالفن اللي هي بترتب الإحساس الداخلي لأي زول، ممكن تكون عندها علاقة بأنه موسيقى، ممكن تكون رسم، اللي احنا هنتناقش ونشوف معاكم علاقة الرسم بالجوانب النفسية وقدر شنو هي واحدة من العلاقات اللي هي أكيد أول حاجة اللي هي بتعزز ثقة الإنسان بنفسه وكمان لكل الجوانب الخاصة بالتنمية وبالتنشئة حتى للأطفال. سعيد أن يكون معي في فقرتنا القادمة أستاذة مي حسام محمد المشرف، هي واحدة من النساء الرائعات جدا اللي أكيد عرفت تماما طريقة ورسمت خطوطة وعرفت تماما ملامحها. نتكلم ونشوف معها علاقة الرسم بالجانب النفسي. صباح الخير وصباح السعادة عليك. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم. صباحاتك النور يا رب. أهلا وسهلا. نرجع لزمان شديد كده ونعرف تجربتك الفنية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بشكر قناة الستونت فور على استضافتها وإتاحة الفرصة لي إني أكون هنا حضور قدام الشاشة وقدام الجمهور. موهبة الرسم من بدري، من أنا صغيرة الوالد كان فنان وأختي أستاذة فنون، العيلة كلها يعني ما شاء الله يعني فنانين، فما كانت يعني غريبة يعني إنه نكون كلنا رسامين. يا سلام. طب ما كان في جوانب كثيرة من الرسم، ليه الرسم تحديدا؟ بالتأكيد الرسم بالتحديد لأنه الوالد زمان كان رسام، فكان بيرسم رسومات على الجدار. يا سلام. ونحن كنا صغار كنا بنشوفه بنتابعه فتأثرنا بهم كثير، عشان كده الرسم أكثر شيء. طب أكيد الرسم ده أنواع مختلفة، منه الرسم الحر، الفن التشكيلي، الجانب الخاص بحتى الرسم التوضيحي. إحنا عايزين نربط بقى أنواع الرسم دي بأنماط الشخصية. هل كل نمط بتاع شخصية عنده علاقة مثلا ب... نعم، أنواع رسم كثيرة ممكن نذكر منها الرسم الإيضاحي، الرسم الحر، في الرسم التجريدي، نعم، في ايضا رسم الكاريكاتير، صح، رسم القصص المصوره، برضو دي انواع. اما بالنسبه للشخصيات، الشخصيات بتتعدد، في نمط شخصيه انطوائي، في نمط شخصيه اجتماعيه منفتحه، وفي عده شخصيات كثيره بنقدر نقراها احنا من خلال اللوحات اللي من خلال اللوحه. ممكن الفنان بغض النظر عن شخصيته هي شنو، ممكن يعكس جانب من شخصيته عن طريق الرسم. فممكن يعني من أمثلة يعني الرسام اللي بيكون رسمه وخطوطه قوية في الرسم بتكون واضحة دلالة على الثقة في النفس. حلو. برضو ممكن دائما الرسامين اللي بيعتمدوا على الزخرفة والألوان الفاتحة يعني بتعبر عن شخصيتهم المنفتحة والاجتماعية، محب للحياة. أي محبين للحياة. برضو في الناس اللي بيحبوا يعني يرسموا قلوب، فعادة بيكون عندهم مشاكل عاطفية أو مارين مشاكل عاطفية. برضو كمان في جانب برضو الإنسان اللي بيرسم الحيوانات، برضو بيكون يعني بيحب للحيوانات. طيب هل احنا نقدر نقول الجانب بتاع الخاص بالرسم ده نربط علاقته بالجانب النفسي؟ هل انا ممكن كطبيب نفسي الجا للرسم كواحده من المعالجات اللي ممكن تكون لاي مريض نفسي ممكن يجي، او انا استخدمه كواحد مثلا من المراحل حقه العلاج؟ بالتاكيد العلاج في بالنسبه للعلاج النفسي الرسم له علاقه، هو كنوع من انواع العلاج النفسي. في العلاج بالرسم ممكن عن طريق الرسم، عن طريق يعني العلاقة بين المرشد النفسي والعميل اللي هو المريض النفسي، ممكن عن طريق الرسم يكشف مواطن الصراع الشخصية، أو ممكن يعرف المشاكل الضغوطات اللي بيمر بها المريض النفسي.
واذا اكتشف السبب اكيد حيصل له. طب الناس دايما مع الرسم ده هي ما بتعتمد عليه كموهبه، بتلاقي ممكن واحد يكون فعلا فاضي مثلا او هو عنده مزاج في انه يمسك القلم، بتلاقيه مسك اي حاجه قاعده قدامه وحاول دايما هو بيرسم حتى بيخط الملامح. الناس ده هو ممكن بيستخدم الموضوع ده كموهبه اللي قدامه ينموها مثلا ويطوروا جواهم الجانب ده، واللي هم اللي بيكونوا اصلا عايزين انه عاملينها كفصله كده في جانب الخاص بحياتهم يعني. طبعا في ناس كتار يعني بعرف لي رسامين كتار مشوا في جانب الموهبه ده ونموه وطوروه، وحاليا بقى يعني مجال بتاع عمل صح كتصميم، تصميم الجرافيك ديزاين عن طريق الفوتوشوب الانديزاين والاستريتر، فتصميم الشعارات تصميم اللوحات يكون لها مجال بيعتبروه في يعني. اما في بعض الناس تاني في بيستعملوه كوسيله بتاعت يعني موهبه تنميه فراغ او يعني يملوا الوقت الفراغ. يعني طيب يعني يا مي الجانب الخاص بالموضوع النفسي ده، وكانت ما كل الناس بتكون في المود بتاع ان هي عايزه ترسم او هي تعمل حاجه مختلفه يعني. ممكن يكون اذا شغاله في مكان وطالبين مني حاليا تصميم لحد تكون في عندها علاقه باشراق، وانا حاليا جواي كل حاجه مطفيه فانا مش شايف ظلام يعني، فبالتالي حقوم الجا للون الاسود اكثر حاجه في رسمي. فالموضوع ده موازنته صعب ما بين الشغل ما بين احساسك الداخلي بالرسم عموما او بالفن اللي انت هتشتغله. في بعض المرات تجي كيف هنا بعض المرات الرسم بيكون هو السبب اللي بيخليك يعني تطلعي من المود بتاع مثلا الاكتئاب، يطلعك من المود يخليك تكوني متوازنة. أيضا في بعض الناس ما بيقدروا يرسموا هم يعني هم حزينين صح، فممكن يشوفوا يتأملوا عن طريق التأمل، يشوفوا طبيعة مناظر يغيروا جو، ممكن يطلعوا نفسهم من المود ويرجعوا تاني يرسموا عادي. طيب انت كنت بديتي ترسم في حاجه وانا بالكلام وبالحوار معك أيوة. وقفتي فواصلي في الحاجه اللي انت بتعملي أيوة. فيها، ويمكن انت بتجهزي في ده وش بتاع ميكي أيوة. ولا ده شخصيه كاركتر بسبوس بالله أوكي. ايوه طيب الشخصيه اللي انت ترسم فيها بالله اوكي طيب البسبوسه اللي انت بترسم فيها والكديسه اللي انت بترسم فيها حاليا يمكن تكون ده رسم للاطفال تتخيلي واحد من اصعب الانواع يعني. انت اوكي المتلقي بتاعك لو كان هو فئه العمريه خلاص ان هي كبيره فبيقدر تماما يشوف مزج الالوان، بيعرف الانسجام في الالوان، بيجي عنده قراءاته الخاصه للوحه اللي قدامه، بس الطفل عايز حاجه تكون واضحه، عايز حاجه تكون خلاص يعني هي هدي لونه كده وبي مثلا ولا اي لون ثاني، فعشان تقوم تجذبه اكثر. فالموضوع كده نتكلم اكثر عن الرسم الخاص للاطفال. طيب في الرسم للاطفال دائما اول حاجه لازم اراعي انه البساطه الوضوح، انه يكون الرسم واضح، اقدر اخاطب به الطفل يعني انزل لمستوى خيال الطفل اخاطب خياله. طبعا لازم طبعا يكون واضح، الالوان تكون واضحه، الوان فرايحيه يعني الوان لون فاتح صح جاذبه اكثر حاجه جاذبه اكثر شيء اوكي. ايضا لازم اذا رسمت للطفل لازم يكون محتوى القصه المصوره اللي انا برسمها للطفل لازم يكون هادف وهكذا يعني. يبقى احنا مؤمنين تماما بانه حتى الرسم عنده دور في التنشئه عموما. فالموضوع ده كده نرجع احنا كاسر مثلا، وهي ممكن تكون رساله لكل الامهات، لو انا عايزه اختار قصص مصوره في الفئات العمريه للاطفال مثلا من 5 سنين لحد 10 سنين، المناسب شنو هو في الفتره دي؟ بدايه منه اكيد انت بتحتاج للتعلم الاول للارقام وللحروف، وبعدها انك انت بتحاول حتى ديننا الاسلامي وفي التفاصيل الخاصه به وهكذا. كده نتكلم عن انه نقسمها كفئات، والانسب شنو من ناحيه العمل كقصص مصوره وكدوره هي في التنشئه عموما. طيب انا بالنسبه للاطفال في السن المبكره من 5 سنين الى 6 سنين دائما بركز على القصص التعليميه اوكي اللي بيكون عندها غايه او هدف، نركز على القيم اكثر حاجه القيم الدينيه بمختلف انواعها، القيم الثقافيه، القصص ذاتها تكون مثلا بتكون يعني مناسبه لفئتهم العمريه زي مثلا قصص الحيوان اوكي او قصص يكون شخصيه لطفل قريب من عمرهم
بتواجهه في أي في المدرسة مشاكل، بتحل قضايا يعني مثلاً القصة المصورة. ده بالنسبة للفئة العمرية من 5 إلى 7 سنين. أما بالنسبة للفئة العمرية من 8 إلى 10، اللي هم ممكن نقول من الطلبة من العمر في الأساس من 5 إلى 7 كده، ممكن برضو المحتوى بتاع القصة يكون تعليمي أو من التراث أكثر شيء، تركز على التراث. ممكن برضو بتناقش بتحل مشاكل بتواجه الأطفال في حياتهم اليومية بشكل عام. بشكل عام. جميل. طب نرجع لزمان كده، كان مجلات الحائط والتفاصيل بتكون فيها الرسومات واختيار المواضيع وكل الجوانب الرائعة دي، أكيد هي المعلم أو دايما المرشدة نفسه هو بيلجأ ليها كأنه يعرف يا موهبة ممكن تتنمى. هو إذا عايز واحد من طلابه خصوصا هو كان حريص إنه يتابع كل الأنماط الخاصة بالشخصيات المتواجدة، ممكن يكون في فصل أكيد هو مجموعة من المواهب اللي ممكن تكون متواجدة. طيب الجانب ده هو ممكن يكون مؤثر لأي درجة في تكوين شخصية الطالب خصوصا في المستقبل، من ناحية تعزيز بتاع ثقة، من ناحية معرفة وتقدير كمان للذات. بالتأكيد المواضيع اللي بتتناولها المجلات، مجلات الحائط في المدارس أكيد بتعالج قضايا الطالب في المدرسة والمشاكل اللي بتواجهه في المدرسة وتضع عليها الحلول. فكتير في المدارس بنلقى مجلات حائط بتناقش، يعني بيكون فيها مواضيع متنوعة دينية وثقافية يعني من شتى المواضيع. مي اكيد طبعا كل زول عنده لونيته المختلفه كده في الرسم، فبتشوفي زي البصمه اول ما تشوفي اللوحه بتعرفي انه تماما ده الراسم الفنان الفلاني. انت يا تو الوان بتقدر تعتمدي عليها وتخلي دي واحده من الحاجات اللي بتخلي رسمك دائما بيكون مميز، بتعتمدي على اي الوان وليه تم اختيار الالوان؟ طيب الالوان فيها انواع كثيره وطلعت انواع كثيره من الالوان، يعني في الالوان الخشبيه، في الوان المويه، الوان الزيت. أنا طبعاً في الرسم بعتمد أكثر شيء على الألوان الخشبية. فالألوان الخشبية ممكن يكون فيها ووتر كولر بنسل، ممكن يكون باستيل. يعني الخشب أكثر حاجة أنا يعني في رسم بعتمد عليه، وكمان برضو ممكن بالديجيتال بالكمبيوتر اللي هي رسومات للأطفال عن طريق برامج الفوتوشوب، المانجا، الإليستريتر. دي برضو ممكن الأدوات أيضا اللي بستعملها في الرسم هي اللوح الإلكتروني أو التابلت، برضو استعملها في الرسم دائما في القصص المصورة للأطفال دائما. أما إذا كنت دايرة أرسم رسم يدوي بالقلم فبحب إذا أكثر شيء ألوان الخشب. جميل. طب أكيد لكل مجال متواجد في الدنيا هو لازم يكون في تطور حاصل، والتطور ده ما بيجي أنت ما لم أنت تكون برضه مركز على نفسك ودائما شغال في جانب عنده علاقة بدورات تدريبية مستمرة. الجانب الخاص بالرسم الفن التشكيلي ده الواحد بيلجأ لشنو عشان يطور نفسه؟ هل بالممارسة ولا هل بأنه يعرض لوحاته في منصات أكثر، ولا هل أنه لما تطلع مثلا حاجة جديدة هو يمشي يتعلم الفن الجديد ده، ولا بيلجأ للتعليم الذاتي، ولا تفاصيله كيف؟ طيب يلا، أنا بالنسبة لي الرسم أهم حاجة الممارسة. الممارسة وأنه الفنان ينمي قدراته عن طريق الاطلاع، ممكن يمشي يلتحق بكلية الفنون أو أنه يمشي للورش تحت الرسم، يقابل له ناس، يخلي نفسه قاعد وسط ناس مبدعين زي ورسامين، بتحصل له حاجة نقل بتاع خبرات يعني. صح. شوف الناس بترسم كيف، يكتسب منهم خبرة ويرسم. الآن أغلبية الناس بقت بتتجه لمنصة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، وأول ما تحاول حتى لو كانت مجرد شخبطة في الواحد بتلاقيه إنه رفعه ومركز مع إنه الكومنتات اللي جات، إنه هو افترض يقوم يطور نفسه في أي مجال، خصوصاً إنه ظهرت مجموعة من الجروبات هي بتهتم بالجانب الخاص بالرسم والفن التشكيلي. علاقة مي مع الجانب ده كيف؟ في الحقيقة أنا يعني دائماً بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي بدخل على اليوتيوب أكثر شيء، بشوف قنوات تعليمية للفنون، برضو بستعين بآراء الرسامين، بنشر رسومات على الفيسبوك. حاليا عندي صفحة في الفيسبوك هي المشرف آرت آرتس، دي بنشوف فيها أغلبية يعني أعمالي. فعملية النشر كويسة وضرورية، ليه؟ بتفيدك يعني مثلا ممكن فنانين
بيتابعوكي يدوكي آراء على الرسمة بتاعتك. مثلا يقول لك والله هنا النسب تعدل على النسب، تشتغل شوية على النسب، رسم الإنسان أو رسم الحيوان مهم. أو مثلا في التظليل الألوان، طريقة التكنيك بتاعة الرسم، بدوا الآراء في الحياة، فدي مفيدة بالنسبة للرسام. أهم شيء أن أنت دائما تخلي صدرك واسع ورحب. أيوة أيوة. لكل الإضافات اللي بتدي وتحاول أنك أنت تشير بتناسب معك في رؤيتك اللي أنت خدتيها لنفسك في في الحياة. من المشرف أنا صراحة كنت سعيدة جدا بكل التفاصيل أنت ذكرتيها عن علاقة الرسم بالجانب النفسي، وقد شنو مهم أنه دائما الواحد يلجأ يكون عنده زي ملازل آمن كده، زي الصندوق اللي أنت بتدري عليه عشان ما تقدر ترتب أحاسيسك من أول، وكمان تبدأ شكل البدايات الجديدة. بتمنى لك أكيد دوام توفيق في حياتك. شكرا.